اللي تيكون للاسف تيؤدي الى اثار بيضاء في هذيك القرنيه اللي تكون نورمالمون بحال الدجاجه شفافه وتتؤدي الى ضعف الحده البصريه ولا كما الى يعني في الحالات الخطيره جدا كيوقع فقدان العين بسبب هذه التعفنات. فقدان العين بشكل كامل يعني القرنيه الشبكه. نعم للأسف كيكون تعفن كبير في العين لما تنقدروش نعالجوه رغم الأدوية وتيؤدي إلى فقدان ديال هذاك العين يعني ما تبقاش ديجا هي تعفن بشكل تام من برا ومن الداخل وبطبيعة الحال يفقد هذاك الشخص البصر ديالو. حبيت ينشري فاس الشارع اللي كيجي بعيدا على اليمين اليسار وشارع المكسيك هذا كان واحد ستاسيون في الدين النقاش سينما باريس السينما الموريتانية اللي كتبقى على الجهة ديال الشمال بلاصة جديدة هي خدمة بلاصة اللي هي اللي كاين في طنجة معنا على الشمال شارع موسى بن موسى معروف في المطاعي في المكتب هادو التاكسي اللي كيديو لبلاصة الطرون عمارة بنسوبة ملتقى الطريق حسن قد هولندا اللي على اليمين هو حي مسلى مرة كان في واحد ستاسيون قديم تا هو مبقاش العمارة طبعا اللي كان فيها الدار ديال الفورد قديمة زي مثلا مبقاش كاستيا تكون كاستيا او ساحه المغرب